هجيب لها بلاي ستيشن 4 لسه نازل جديد عشان هي بتحب بلاي ستيشن. ممكن بنجيب تورتايه صغيره انا كده حلوه نقعد نهيص كلنا احنا والعيال. اجيب لها هي حاجه حلوه مميزه كده زي الهدايا اللي بتيجي برفانات حاجه حلوه كده، ويا رب يسهل الحال ويعدل الحال يا رب. جبت ساعه وجبت بلوره اللي هي البلورات دي، وجبت شوكولاتات طبعا دي حاجه اساسيه تمام، وشويه حبشتكنات بقى كده في البوكس. انا هديتها انا كفايه عليها، انا هديه بتاعتي كفايه دخلت عليها ان شاء الله. لازم الورد الجميل، لازم يبقى فيه ذوق في الورد، مش اي ورد طبعا، مش اي ورد وخلاص. بلس بقى ان انا يعني جايب ساعه لطيفه كده، ساعه شكلها ذهبي، فيا رب تعجبها. يعني هي بقى مش نوم يعني ممكن كل يوم هيتعب الدنيا دلع هجيب لك كل حاجه حلوه انا ابسطها I love you. هجيب لها قميص نوم احمر ولا بيجامه حمراء زي ما تقولنا كده. لا قميص نوم حلو. هجيب لها شوكولاتة، هجيب لها اكل حلو. والله بفكر يعني بوكس وبوكس وجوه بقى مثلا مج وكام شوكولاتايه. حرام عيد الحب، حرام. احنا عندنا عيدين بس، عيد اضحى وعيد ولد صغير بس. احب مثلا اجيب لها حاجه تفتكرني بيها، مثلا خاتم، سلسله، يعني بورتري ليها كده، كل اللي عاوزاه مثلا يعني دبدوب وقلب. دبدوب وقلب بس. واجيب لها دهب والماس. انت معاك فلوس لكل ده؟ معايا، لا معايا ساتر ربنا كله. سندوتش شاورما لحمه، عشان هي بتحب الشاورما. اه بجد. هي كده هي هتجيب لي مفاجأة بقى، مش عارف، صعبة اعرفها دي بصراحة، مش عارف. لا اسألها لك عادي، كلمها في التليفون. بقول لك ايه، بكرة الفالنتاين انت هتجيب لي ايه؟ هجيب لك ايه؟ هجيب لك الشوكلت. شوكلت؟ اه شوكلت. الحمد لله، يبقى شاورما وشوكلت.